صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، رحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، وفي التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج سعيد المر، ومحدثتكم الدكتورة عاش البصري. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. طبعا مثل ما عودناكم برامجنا بتكون متنوعة صحية وطبية، وخلال البرنامج اليوم إن شاء الله بنتطرق لأمور كثيرة، منها في فقرتنا التغذوية بنتطرق للسكر المضاف إلى الأطعمة وكيف نقلل من هذا السكر. طبعا السكر مهم للجميع ومعظمنا يحب الأكل يكون مضاف له السكر، نوعية أكلات معينة أو مشروبات معينة. وطبعا عندنا موضوعنا الطبي بنتطرق لسرطان الغدد اللمفاوي، الأسباب والوقاية منها، وطبعا عندنا فقرة التواصل الاجتماعي للسوشيال ميديا. فبداية نبتدي بخبرنا المحلي أو العالمي، واليوم بنتحدث عن السجائر الإلكترونية تؤدي لأمراض القلب. توصلت دراسة حديثة إلى أن جلسة واحدة فقط من تدخين السجائر الإلكترونية لمدة 30 دقيقة يمكن أن تسبب الإجهاد اللي يؤدي إلى تلف شديد في الرئة، ويعرض المدخن لخطر الإصابة بأمراض القلب وبعض الأمراض العصبية. وقارن باحثون من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس الإجهاد التأكسدي في رئتي مدخن السجائر التقليدية ومدخن السجائر الإلكترونية، والأشخاص اللي ليس لديهم تاريخ في استخدام التبغ أو مثل ما نقول السجائر أو أجهزة تدخين النيكوتين على المدى الطويل. وأظهرت الدراسة أن تدخين السجائر الإلكترونية لمدة 30 دقيقة فقط تسبب في مستويات أعلى بمرتين إلى 4 مرات للإجهاد التأكسدي من مستويات خط الأساس للمرضى أو الأشخاص اللي ليس لديهم تاريخ سابق للتدخين، وهذا يعكس خطورة كذلك هذه السجائر الإلكترونية. يمكن كثير من الناس يعتبرها أقل خطورة عن السجائر العادية، بس كذلك لها خطورة ونسب خطورة كبيرة. وبينما ينظر إلى السجائر الإلكترونية على أنها بديل أكثر أمانا للتبغ والسجائر من قبل البعض، فقد وجدت البيانات في السنوات الأخيرة أن هناك العديد من الآثار السلبية لاستخدام هذه السجائر. وقالت الدكتورة هولي ميدلكوف استخدام أستاذة أمراض القلب وعلم وظائف الأعضاء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لقد فوجئنا بخطورة التأثير الذي يمكن أن تحدثه جلسة تدخين السجائر الإلكترونية على الشباب الأصحاء، حيث لم يكن تأثير جلسة تدخين السجائر الإلكترونية القصيرة مختلفا عن تأثير السجائر العادية. يعني حتى في هالدراسة بينت أن خطورة السجائر الإلكترونية لا تقل عن خطورة استخدام السجائر العادية على تأثيرها على الرئة وسواء على أمراض القلب، لأن سبحان الله جسمنا كله مرتبط ببعضه، يعني إذا تأثر جزء من الجسم يأثر كذلك على الأجزاء الثانية. وهذه الدراسة جدا مهمة، وضحت لنا أن يمكن ناس كثيرة تعتمد على السجائر الإلكترونية كبديل آمن للسجائر العادية، لكن أثرها على الجسم هو نفسه، إذا ما كان حتى مع الدراسات الجاية يمكن يكون حتى أكثر عن السجائر العادية كذلك. مستمعينا هذه فقرتنا بخصوص الخبر المحلي والعالمي، واللي اتطرقنا بخصوص السجائر الإلكترونية تؤدي لأمراض القلب. ننتقل لفقرتنا فقرة السوشيال ميديا وزميلتنا أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله وياني حبيبتي. نعطيكم خبر يوم أمس وهو يقول نعلن عن افتتاح باب التسجيل
في برامج التخصصية الطبية الدقيقة الزمالة من فترة 14 ل 30 سبتمبر. التخصصات هي لأمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار، أمراض الدم، طب الأمراض الصدرية للكبار والعناية المركزة للأطفال الصدج، والطب النفسي عند الأطفال والمراهقين، وصحة الأمومة والطفولة. أيضا هناك المعايير والشروط الالتحاق وآلية التسجيل موجودة كلها في قنوات التواصل الاجتماعي. نتمنى من الجميع أن يتابعونا من خلال موجود في لينكدين، تويتر، فيسبوك وإنستغرام، وهو @DJ_Dubai. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها أن جميع خدمات التطعيم في هيئة الصحة بدبي هي من خلال المواعيد المسبقة. أيضا من ضمن الأشياء المهمة أن لازم يعرفونا أن نحب نأكد قبل ما نختم أن أهمية الالتزام بالمثلث الذهبي اللي هو الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين، لبس الكمامة والتباعد السفلي. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. طبعا طرقت أختنا أسماء في فقرة السوشيال ميديا لثلاث مواضيع مهمة، اللي هي بداية البرامج التخصصية في هيئة الصحة في دبي. هذه البرامج التخصصية تكون البرامج الطبية التخصصية، مثل تكملة التخصص في فرع معين لتخصص معين. يمكن هي ذكرت واحد كمثال، ذكرت تخصص الطب النفسي للأطفال والمراهقين، للأطباء النفسيين اللي حابين يتخصصون أكثر، أو أطباء الطب الأسرة اللي حابين يتخصصون أكثر في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، يقدرون يدخلون في تخصص ضمن تخصص معين، وهذا يعطي التخصص قوة أكبر خاصة للطاقم الطبي، لأنه بيركز على شريحة معينة من المتعاملين أو المرضى اللي عنده، تكون الاهتمام يكون أكثر، التركيز على كذلك التركيز على الأمراض أو علاجها بعد كذلك يكون أكثر من ناحية هذه التخصصات. وطبعا كل يوم تطلع في المجال الطبي تخصصات جديدة تختلف يوم عن يوم، أو نقول فترة لفترة عن التخصصات السابقة، أو أنها تزيد أكثر أو تتفرع من التخصصات السابقة. هذا ما يعني أن التخصصات السابقة أو التخصصات الأساسية ما لها دور، بالعكس لها دور كبير، بس من زيادة الحالات اللي تواجه الأطباء، وطبعا تكون كحالات تحتاج دراسة أكثر وتحتاج تخصصات أكثر في هذا الشيء، فتزيد التخصصات الطبية لاحظها كل فترة والثانية، وتكون متشعبة أكثر وأكثر، وهذا يدل على التقدم الطبي ودراسة الحالات بمنظور أشمل وأسهل كذلك. والحمد لله متوفرة هذه التخصصات عندنا في الدولة، والحمد لله هيئة الصحة في دبي طلعت برامج تخصصية تدريبية لهذه الفئة من الأطباء كذلك اللي حاب يكمل في هذه التخصصات. ونفس ما ذكرت أختنا أسماء بتكون كلها موجودة على موقع هيئة الصحة بدبي، وبالتفصيل وشو أنواع التخصصات اللي موجودة، وكذلك شو الشروط اللي يحتاجها كل متقدم عشان يقدم على التخصص، أو كل طبيب عشان يقدم على التخصص اللي يفضله واللي يبغي يكمل فيه دراسته. وطبعا بيكون تقديم الطلبات من 14 إلى 30 سبتمبر. النقطة الثانية بخصوص المواعيد المسبقة، في حالات معينة مثل حالات الطوارئ أو الحالات اللي الشخص يكون فيها تعبان ويقدر يتوجه للمركز الصحي أو الطوارئ، بس في حالات معينة يفضل أن الواحد ياخذ موعد مسبق عند طبيب أو طبيب أسرته. من هذه من فوائد هذا الشيء، أولا تنظيم وقتي، يعني ما أسير المركز نفسه وأخذ وقت طويل وجدامي حد، فأخذ الموعد فيسهل لي أشياء كثيرة، أسير على موعدي أو قبل الموعد حتى لو بعشرين دقيقة، في أشياء متطلبات للمريض ياخذها قبل حتى ما يشوفها الطبيب، مثل ناخذ الفيتال ساينز أو نسوي له مثل ما نقولها مثل نتأكد من ضغطه، من دقات قلبه، من نفس الشخص، نعرف تاريخ مرضي بسيط له، وبعدين يدخل على الطبيب اللي هو يقيم حالته ويعطيه العلاج. فأخذ الموعد المسبق يسهل على الأشخاص أشياء كثيرة، وحتى الوقت بالنسبة لوقت الأشخاص يحفظ لهم هذا الوقت.
مستمعينا طالعين فاصل وراجعيلكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. يانا سؤال صباح الخير، حاب أسأل عن موضوع سحب الدهون وهل له آثار جانبية والنصيحة منكم. طبعا السحب أو شفط الدهون من ناحية الآثار الجانبية وكذلك من ناحية النصيحة، بداية قبل الشخص ما يسوي أي عملية سواء كانت سحب دهون أو أي عملية ثانية، يفضل أنه يتشخص يقيمه طبيبه تقييم كامل، لأن الآثار الجانبية بتختلف من شخص لشخص، من ناحية العمر لها اختلاف، من ناحية الوزن كذلك لها اختلاف، المشاكل الصحية، في ناس ما تكون عندهم مشاكل صحية فالآثار الجانبية تكون جدا بسيطة عندهم، وفي ناس تكون عندهم مشاكل صحية مثل السكر، مثل الضغط، مثل أمراض القلب، مثل أمراض ثانية ويستخدم لها أدوية تضبط من المناعة، فهذه كلها تعتمد من شخص لشخص، فيفضل تقييم الحالة تقييم كامل من ضمن تقييم الطبيب، وأخذ النصيحة من الطبيب بداية إذا كان الشخص يحتاج لهذا التدخل الجراحي أو لا. في ناس كثيرة خاصة عمليات تجميلية معينة أو عمليات معينة يعني يفضل أن يأخذ القرار بنفسه، بس في النهاية بداية وخاصة عملية سحب الدهون أو حتى العمليات الثانية يفضل التقييم الطبي وأخذ المشورة الطبية كاملة مع معرفة الآثار الجانبية اللي بتتخلف اللي بتكون مع هذه العملية أو البروسيجر اللي بيسويها الشخص. وطبعا نفس ما قلت لكم تختلف من شخص لشخص على العمر، على جنس الشخص، على الأمراض أو المشاكل الصحية اللي تكون عنده، كذلك على وزنه. مستمعينا نرجع الفقرات برنامجنا، والحين عندنا فقرة التغذية، وفقرتنا اليوم للتغذية ممتعة صراحة، اللي تتناول نصايح لتقليل السكر المضاف في الأطعمة، ويانا الأستاذ نجلة درويش اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذ نجلة. صبحكم الله بالنور والسرور والجميع المستمعين. حياك الله ويانا في هالبرنامج. الله يحييكم يا رب. شمون. طبعا استاذه نجله، انت عارف الاكثار من تناول السكريات يشكل خطر على صحه الفرد ويسبب كذلك العديد من المشاكل الصحيه، وقد تكون هالسكريات طبيعيه طبعا، وفي سكريات تكون مضافة للأطعمة، يعني نحن ما بنتكلم فقط عن السكريات المضافة للأطعمة، ففي أكلات تكون سكرية أو في مثل فواكه تكون سكرية أو سكرها زيادة، فحابين نتعرف أكثر عن هالموضوع. وطبعا موضوع السكر يمكن للناس كثيرة ومنهم أنا صراحة اعتمادي على السكر، يعني أحب السكر يكون في أكلي، فحابين نعرف نصايح كيف نقدر نقلل من السكريات هذه اللي نضيفها لأكلنا بشكل يومي. هي أول شيء بنتعرف على مخاطر السكر، يعني اللي بتعود على السكر ودائما الأشياء يكون الأطعمة اللي فيها سكر خلاص يوم بني نقلل عن السكر بيحس بطعم غريب. صحيح. بس تعود دكتورة، يعني يعتمد على حسب إذا الشخص تعود إنه يتناول السكر قليل. يعني بعطيك مثلا إذا شخص يشرب شاي وتعود دوما السكر زيادة بهالشاي، لكن إذا ينا قللنا عنه بيحس أن السكر زاد، أنا أتعود لسانه. في نفس الوقت الأشخاص اللي تشرب الشاي بدون سكر خاصة تقولنا متعودة، فنحن نحس على هذه العادات، نحس أن نحن نقلل كميات السكر في الأطعمة لمخاطرها، لأن في نحن في أمور نسميها السكر الخفي. هذا السكر الخفي في بعض الأكلات، يعني حتى ممكن الناس ما تستوعب أنه فيها كميات سكر، وبالتالي بتزيد الأوزان. كيف تزيد الأوزان؟ لأنها تزيد من كمية السعرات الحرارية المتناولة. يعني مثلاً إذا الشخص محدد له في اليوم يأخذ 2000 سعرة حرارية، ممكن يلتزم ويلتزم بهذا النظام، لكن إذا هو كثر من السكر المتناول في هذا النظام ودخله في وجباته، بتزيد بالتالي كميات السعرات الحرارية هو ما يحس فيها، بعدين يقول الوزن يزداد وأنا ما نقص وزني على أني أنا متبع النظام الغذائي اللي تنصحوني فيه.
بهذا يعني كذلك المخاطر الأخرى، سواء كان على القلب، على زيادة الوزن، السمنة. حتى الجمعية الأمريكية القديمة تنصح فيه، والجمعيات الأخرى تنصح بتقليل كميات السكر المتناول أو حتى المضافة. فهاي بالنسبة للمخاطر، السكريات الطبيعية بديلة السكر الأبيض، يعني نحاول نحن قد ما نقدر نقلل كميات السكر دكتورة، لأن مثل ما قلنا مخاطرها كثيرة على الجسم تناولها، يعني بالذات أن ملعقة من الطعام، يعني ملعقة الطعام سكر تعادل حوالي 60 سعرة حرارية، فأنا بالتالي ما بيصير عندي كنترول أو سيطرة أني أنا أقلل صحيح. كميات السكر والسعرات اللي أنا قاعدة أتناولها، ويزيد العبء على البنكرياس، بحيث أن البنكرياس يفرز إنسولين بكميات كبيرة، ويصعب أنه يتخلص من السكر اللي أنا سويته عبء على علي أنا وعلى الوظائف الأعضاء عندي صحيح. يعني على عمليات الهضم والأمور الأيضية الأخرى. صحيح. فهاي من ضمن الأشياء. طبعا السكريات الطبيعية بديلة السكر ممكن نحصل، من أول شيء ننصح أنهم يقللون كميات السكر قدر المستطاع، ولقينا نتائج للمراجعين أنهم لما يقللون كميات السكر بالتالي تنزل أوزانهم، حتى دون أنهم ما يقللون حتى كمية الأغذية الثانية. ممتاز. يعني هاي النتائج يعني ملموسة شفناها. ممتاز. وكذلك عندنا مثلا ممكن نستهلك سكر جوز الهند، ممكن نضيف، خاصة أن سكر جوز الهند يعتمد أن هذه تكون من ثمرة الجوز، تحتوي على أكثر من 70% محتوى من السكروز، لكن اللي هو بالنسبة يعني يعطينا بنسبة أقل من السكر الأبيض. طبعا بيقولون بعضهم أن نحن نستخدم السكر الأسمر بدال الأبيض، صحيح، نقولهم يعني أنهم هم طبعا نفس التركيبة، يعني أنا ما سويت شيء، نفس كمية السعرات الحرارية، نفس السكر بالضبط، بس أن السكر الأبيض ليش في مراحل تصنيع إضافية خلاه لون أبيض، لكن أنا ما بجلس أقول لا أني أنا أخذ تراني أسمر فأنا بالتالي مقلل من السكر اللي قاعدة تناوله في اليوم. صحيح، لأن هاي ممتاز. ذكرتي هذا الشيء أستاذ نجلة، لأن الكثير في باله أن السكر الأسمر سعراته الحرارية أقل عن السكر الأبيض، فيستخدمه في حتى في استخدامه للحلويات، استخدامه للمشروبات، تكون اعتماد على السكر الأسمر عشان هذه الفكرة. ظن منهم أنه يعني أقل السعرات الحرارية، صح؟ صح. فهذه النصيحة نحن حابين نوجهها لهم، أنهم يعني شو نقول، نحن عملتين لوجهة واحدة أو شو بالضبط، نفس السعرات الحرارية، نفس الأشياء، بس مجرد أن السكر الأسمر مر بمراحل تصنيع خلاه اللون الأبيض، يعني هذا هو الفرق الوحيد اللي بينه، لكن نفس الكميات تقريبا من السعرات. عندنا السكر الخفي في الطعام دكتورة، صح. يعني مثلا الكاتشب يحتوي على 4 جرام للملعقة الوحدة سكر، وأنا مثلا ما يضيف للأطفال بكميات كبيرة، فأنا أزيد لهم السعرات الحرارية اللي قاعدين يتناولونها، وقاعد أزيد كميات السكر بالتالي، في حتى في موضوع مثلا بعض الأشياء هذه. الفواكه المعلبة أحرص أني أنا أختارها اللي هي تكون منقوعة بالماء مثلا، ما تكون فيها مثلا تركيز سكر عالي، لأن تقريبا يحتوي من 12 إلى 19 جرام سكر لنصف كوب من الفواكه المعلبة. الزبادي المنكهة كذلك صح أنه مفيد، ونحن ما يعني ما بننكر فوائد الأشياء هاي، لكن هذه السكريات الخفية في الأطعمة أحاول أكثر الكمية، هذه بعض الأمثلة عليها، فأنا يهمني أنا أركز. صح دكتورة؟ صحيح أستاذة نجلة، وهاي نقطة جدا مهمة، نحن يمكن نشوف الشيء ونعتبره كشيء صحي، مثل أنت ما ذكرتي الحين اللبن الرايب أو الروب اللي مع نكهات الفواكه، ما نتأكد كم نسبة السكر فيه أو كم سعرات الحرارية، نعتبر أنه شيء صحي وبناخذه، بس النقطة جدا مهمة ركزتي عليها، أن نتأكد من كمية كذلك السكر، وأن تكون فيه مضافة النسبات من السكر. أيوة، وهذه النصيحة إحنا حابين بعد نوجهها للمستمعين، أنهم حتى يوم ينتقون الأشياء هذه المنتجات الغذائية يحاولون يقرون بطاقة البيانات الغذائية، صح. مهم جدا يعرفون كم نسبة السكر في المنتجات هذه، أساس أني أنا ممكن ما أطعم أو ما أحس أنه في كميات سكر، بس هو فعلا يكون في سكر خفي نحن نقول في هذه الأطعمة. فعملية القراءة أني أنا أعود نفسي أقرأ المستقل الغذائي والبطاقة
الغذائية على الأقل لو بركز بس على كميات السكر، بعرف مثلا هل استهلاكي من الجرامات السكر هذه وايدة يعني اللي أنا شفتها في هذا المنتج. فنحن يعني هذه السكريات المضافة أو السكريات الخفية، وطبعا دكتورة مثل ما ذكرتي السكريات الطبيعية اللي هي من الفواكه صحيح. السكريات المنتجات الطبيعية هذه جدا كذلك مفيدة، يعني أنا بدل ما أضيف كميات سكر لمشروباتي ولا مثلا للأطعمة أركز على الأطعمة اللي تحتوي على السكريات الطبيعية صحيح المنتجات نفسها، ولكن ما أكثر منها بعد، يعني في حدود يعني احتياجاتي أنا، كم أحتاج من الفواكه في اليوم، كم أحتاج، أو أني مثلا ما أروح أخذ العصائر أقول أنه مفيد هذا سكر طبيعي أنا ما بضيف للسكر وكثر من كميات العصائر والأشياء، وبالتالي أقول أن وزني ما يعرف ينزل وأنا ما يعرف ومتبع النظام، يعني في أمور بقدر الاحتياج صحيح. نعرف من السعرات الحرارية أو احتياج الشخص منها. هنا علاقة العصير دكتورة نعم. بعد نذكر أنه يركزون على أنهم يمتقون العصائر يأخذون تقريبا اللي هي مكتوبة عليها 100% أو أنها ما تكون أقل عن 60% مركز العصير، يعني إذا قريت المنتج في البداية مكتوب عليه سكر وماء وكذا فأعرف أن تركيز العصير فيه أقل، فأحاول صحيح. أني أخذ العصير اللي يعني تكون مذكورة 100% أو حتى 60% وأعلى من ذلك. أستاذ نجلة، ذكرتي أنت البطاقة الغذائية اللي هي في كل منتج وكذلك الكميات اللي الشخص يأخذها من ناحية السكر، فحابين نتعرف عن شو الكمية الآمنة اللي من السكريات المسموح بتناولها يوميا؟ طبعا الكمية الآمنة الجمعية الأمريكية للقلب حطت أن النساء لازم ما يتناولون أكثر من 24 جرام من السكر، نعم، وبالنسبة للرجال ما يتناولون أكثر من 36 جرام من السكر في اليوم، هذه النسب الآمنة للسكر. يعني فأنا أحاول أني أنا أقلل من استهلاكي خلال اليوم حتى أثناء الطبخ أو أثناء يعني تحضير الأطعمة، فالسكر المضاف هو اللي يكون أثناء التصنيع وأثناء الطبخ هي نهاية قاعدين نضيفها، يعني نحاول صحيح. إحنا نقلل قدر الإمكان. صحيح. طبعا أستاذة نجلة، الأسرة لها دور كبير في تعويد الأطفال أو تعويد الأشخاص كذلك اللي في الأسرة على استخدام السكر بطريقة صحيحة أو حتى التقليل منه في خلال الوجبات أو المشروبات اللي ناخذها، فشو الدور اللي تلعب الأسرة أو شو نصيحتك للأسر من هالناحية؟ هي طبعا الأسرة دائما هم القدوة ولهم دور كبير حتى للأطفال في البيت، فأحاول أني أنا قدر الإمكان يعني الأسرة بشكل عام ما توفر الحلويات دائما تخليها في متناول أيدي للأطفال، يعني بالكراتين تحط لهم حلويات ومشروبات مثلا محلاة أو مشروبات غازية، يعني أنا عشان أساهم في أني أنا ما أعطيهم كميات سكر كبيرة خلال اليوم أنهم يتناولونها سواء كان من خلال الحلويات أو الأشياء اللي ممكن يشوفونها وحتى مشروبات، يعني أنا أقول يمكن عادية بس في النهاية كشراب أو كسكريات وقاعدة أعطيهم زيادة، بالتالي حتى بيشبعهم وبيخليهم يتناولون حتى الأغذية اللي هي تكون فيها قيمة غذائية وعناصر غذائية مفيدة، ودور الأسرة كذلك في أنها توفر السكريات الطبيعية المنتجات الطبيعية اللي ما بدون إضافات سكر للأطفال كالفواكه والمنتجات اللي فيه، يعني مثلا ممكن نحط لهم عسل بكميات بسيطة بحيث أني أنا أوجه الأطفال أنهم يبتعدون عن تناول السكريات بشكل عام خلال اليوم. صحيح، وهي نقاط جدا مهمة. موضوعنا اليوم شيق أستاذة نجلة، ونحتاج الحلقة وفقرة ثانية كذلك عشان نتطرق الأشياء أكثر في التفاصيل لأن صراحة جدا مهم ودوره كبير كذلك، فإن شاء الله نحدد حلقة ثانية كذلك أو فقرة ثانية بنتكلم بنفس الموضوع وبنتطرق المواضيع أكثر إن شاء الله عنه. الأستاذ إن شاء الله الأستاذة نجلة درويش اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كل الشكر لكم على الاستضافة ويومكم سعيد. ويومك أسعد. مستمعينا كانت هذه فقرتنا التغذوية لليوم، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006.
وقته، حياكم الله وياني. فقرتنا الحين بنتكلم عن موضوع جدا مهم ويحتاج الكثير من الناس انهم يتعرفون عليه اكثر واكثر، وهو التوعية بسرطان القدد اللمفاوية. ويعد سرطان القدد اللمفاوية احد الامراض اللي تصيب الخلايا اللمفاوية في الجهاز المناعي، ويمكن ان ينتقل الى الطحال ونخاع العظام واجزاء اخرى كذلك من الجسم. وللتعرف اكثر على هذا النوع من السرطانات يسرنا يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور حسن محمد الياسين، أخصائي أول بقسم أمراض الدم بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور حسن. صباحكم الله بالنور، أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم، الله يسلمكم. دكتور طبعا حابين نعطي توعية بخصوص سرطان القدد اللمفاوية ونتعرف عليه أكثر وأكثر، ونعرف المتابعين كذلك للبرنامج على هذا النوع من السرطان. فحابين نتعرف ناخذ فكرة عامة عن سرطان القدد اللمفاوية. نعم، سرطان القدد اللمفاوية طبعا هو يعني عدة أنواع، وهو مرض سرطاني يصيب الجهاز اللمفاوي بالإنسان. نعم. الأنواع تعتمد طبعا على منشأ السرطان من أي نوع من الخلايا اللمفاوية اللي ينشأ منها، لأن عندنا خلايا بائية وتائية، وعن من المكان اللي ممكن أن ينشأ به من الغدة اللمفاوية. فهو يعني سرطان الغدد اللمفاوية هو مجموعة شديدة التنوع من الأمراض السرطانية التي تصيب الغدد اللمفاوية، ولكنها تتشابه في الأعراض وفي يعني المسار المرضي عموما. نعم، هي تعريف عام للأمراض يعني السرطانية اللي تصيب الغدد اللمفاوية. دكتور طبعا أكيد ناس كثير تتساءل عن الأسباب، شو هي أسباب هذا النوع من السرطانات بالذات؟ نعم، هو يعني مهم جدا السؤال هذا، لأنه يجب يعني على الجمهور أن يفرق بين الأسباب وبين ما نسميه عوامل الخطورة. نعم. فمثلا على سبيل المثال مثلا التدخين نعرف أنه هو من عوامل الخطورة، بالإنجليزي ريسك فاكتور لسرطان الرئة، ولكن يعني هذا يفرق عن السبب، يعني العلاقة ليست سببية، مو كل مدخن سيصاب بسرطان الرئة. وكذلك بالنسبة لي طبعا هذا لا يفهم أنه تشجيع التدخين أبدا، بس هو اللي نقوله أنه المدخنون معرضون أكثر للإصابة بسرطان الرئة أكثر من غير المدخنين. وكذلك بالنسبة لسرطان الغدد اللمفاوية هناك عدة عوامل نعتبرها عوامل خطورة ولكنها ليست عوامل سببية. نعم. فمثلا سرطانات الغدد اللمفاوية من نوع معين اللي هو غير الهجكوني، هذا يلاحظ أكثر بالفئات العمرية الأكبر، فإذا العمر هو عامل من عوامل الخطورة. نعم. بعض الدراسات تقول أن زيادة الوزن، أن يعني المصابين بزيادة الوزن هم معرضون أكثر للإصابة بسرطانات الغدد اللمفاوية. الإصابة ببعض الفيروسات، هناك فيروسات مثل فيروس نقص المناعة المكتسب الإيد. نعم. المصابين بالإيدز هم معرضون للإصابة بسرطانات الغدد اللمفاوية أكثر من غيرهم. المصابون ببعض الأمراض المناعية، بعض الأمراض المناعية العامة مثل الداء الذئب الاحمراري، الروماتويد أرثرايتس، داء الرثة، المفاصل الرثوي، يعني هاي أمراض مناعية تصيب أجهزة مختلفة من الجسم، أيضا هؤلاء معرضون أكثر من غيرهم. الأشخاص اللي يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، والأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع أو لأدوية أو لعلاج كيميائي معين في مرحلة من مراحل حياتهم، عموما هذه العوامل تجعل الإنسان معرضا أكثر للإصابة، ولكنها ليست أسباب، بمعنى أنه وجود الأسباب لا تؤدي حتما إلى ظهور سرطان. صحيح، بس تزيد في خطورة تعرض الشخص لهذا المرض. نعم، تزيد في احتمال إصابته. وأشكرك دكتور أنك وضحيتها أكثر، لأن دائما الناس تفكر أن هذه كأسباب ولكنها كعوامل خطورة أكثر من أنها كأسباب. بالضبط. نعم دكتور، طبعا أكيد لكل مرض مثل نحن ما بعرفين في الطب له أعراض معينة، فشو هي أعراض سرطان الغدد اللمفاوية؟ نعم، سرطانات الغدد اللمفاوية أعراضها تعتمد على شيئين، أولا أعراض
خلينا نقول موضعية. نعم. وأعراض عامة. الأعراض الموضعية اللي هي تنشأ عن تضخم الغدد الليمفاوية بحد ذاتها وضغط هذه الغدد التي يعني تنمو وتكبر باستمرار على الأنسجة والأعضاء المجاورة. نعم. بعض الأحيان المريض هو نفسه يشعر أنه ظهرت بعض العقد في أماكن معينة من الجسم، خصوصا في منطقة الرقبة وتحت تحت الإبط. ممكن المريض نفسه يحس أنه هناك عقد لم تكن موجودة فيلجأ إلى الطبيب. نعم. في بعض الأحيان هذه العقد تكون كبيرة داخل البطن أو داخل الصدر، فإذا كانت مثلا داخل الصدر وتضغط على القصبات الهوائية تسبب ضيق نفس، التهابات، سعال. إذا كانت حشوية داخل البطن مثلا داخل أحشاء البطن وتضغط على الأمعاء ممكن تسبب اضطراب في الجهاز الهضمي، إما إمساك أو إسهال. هذه أعراض موضعية. الأعراض العامة تشمل الحرارة، يعني تكرر ارتفاع درجة الحرارة، التعرق الشديد. يعني لا يفهم المستمع الكريم أنه كل من يتعرق هو من الممكن أن يصاب. لا، تعرق شديد بحيث أنه مثلا أثناء الليل يضطر إلى تغيير ملابسه وتغيير شراشف السرير بسبب تعرق غير طبيعي. هذا التعرق المقصود. ويكون درجة حرارة المكان كذلك مقبولة، يعني في ناس يعني في فترات الصيف فرضا يعني درجات الحرارة تكون شديدة، يعني تكون عالية. بالضبط. ونقصان الوزن، يعني إذا كان نقصان غير طبيعي في الوزن، وخصوصا إذا الإنسان مو على يعني برنامج تخفيض وزن معين ويلاحظ أن وزنه قاعد ينقص باستمرار وبشكل مضطرد، فهذه أيضا علامة، يعني مؤشر على وجود مرض سرطاني عموما وخصوصا مرض سرطان الغدد الليمفاوية. في بعض الأنواع، في بعض الأنواع حكة عامة يعني، ولكن هاي أقل انتشارا. نعم. بعض أنواع السرطان الغدد الليمفاوية إذا أيضا يفهم المستمع الكريم أنه كل إنسان ممكن يحك جسمه، ولكن مو هذا المقصود. حكة مرضية يعني بشكل شديد جدا ومستمر وغير منقطع وعامة في كل الجسم. هذا النوع من الحكة المرضي اللي ممكن أن يكون مؤشر على وجود مرض سرطاني في الغدد الليمفاوية. هذه عموما هي أعراض سرطانات الغدد الليمفاوية. دكتور، في فئة عمرية تكون أكثر عرضة الإصابة بهالنوع من السرطانات؟ نعم، هو سرطان الغدد الليمفاوية ينقسم بشكل عام يعني إلى فئتين كبيرتين، فئة الهوجكن والنون هوجكن. يعني سرطان الغدد الليمفاوي من نوع هوجكن، سرطان الغدد الليمفاوي من نوع غير الهوجكن. الهوجكن اللي هو يصيب الفئات العمرية الأصغر، يعني خلينا نقول الشبابية، وبعدين ينزل معدل الإصابة وترتفع مرة أخرى في الأعمار الكبيرة. يعني أدنى لما عندما نرسم الخط البياني للفئات العمرية المصابة بهذا النوع اللي هو هوجكن، أدنى قمتين بالخط البياني، قمة حول سن يعني 30 تقريبا، والقمة العمرية الأخرى حول سن 50. هذا هوجكن. أما النوع الآخر الكبير من سرطانات الغدد الليمفاوية اللي اسمه غير هوجكن، هذا لا يصيب الفئات العمرية الأكبر، يعني 60 فما فوق، ولكن حتى يعني ممكن يصيب حتى الصغار، ولكن احنا نحكي بشكل عام يعني في عرضة أكثر، أو أن أكثر الحالات تكون في هذا السن. بالضبط. نعم بالضبط، أكثر الحالات المشخصة تكون حول هالفئات العمرية. دكتور، طبعا نسبة الإصابة بهذا النوع من السرطان سواء كان محليا أو عالميا كم تبلغ؟ يعني الحقيقة هو النسب، احنا عندنا يعني نسب بالمنطقة عموما تقريبا من 14 إلى 17% لكل 100,000 شخص من مجموع السكان. نعم. هاي منطقة الشرق الأوسط. في بالغرب وبأمريكا أكثر عندهم نسب الإصابة أكثر. أيضا هاي من عوامل الخطورة اللي مذكرتها الحقيقة هو
مثلا من الملاحظ أنه ينتشر عند الغربيين البيض، أصحاب البشرة البيضاء أكثر من أصحاب البشرة الداكنة، فهم بالغرب مسجل هالنوع من الأمراض أكثر عندهم من محليا من أن يكون محليا. نعم. دكتور ثواني بنستقبل مداخلة من أم محمد وبنرجع لموضوعنا. السلام عليكم أم محمد. السلام ورحمة. حياة الله ويانا في البرنامج. الله يحفظك. أقول لك أنا عندي أعراض الغدد الليمفاوية هذه اللي الحين تحكون عنها. نعم. شو الأعراض اللي عندك؟ وفي أنا كان عندي قبل فترة. نعم. كان عندي حبة على الجانب الإبط الأيسر. نعم. ورحت وعملت عملية وشالوا لي إياها، وحتى زرعوها في أبو ظبي وقالوا لي ما فيها شيء يعني نظيفة. الحمد لله. تمام. فبعد سنة أو سنتين ظهر لي حبة داخل الثدي يعني صغيرة. صغيرة جدا يعني، وشو أتحسسها يعني ملمسها شيء شوية يعني مشمرين يعني. وكانت تألمني. نعم. تألمني، فرحت الدكتور وقالوا لي عملوا لي إشعاع صدري وكل شيء يعني شيء صورة بالصدر، قالوا لي ما فيها شيء نظيفة زين. فعاودتني ثاني مرة ثانية أحس إن فيها ألم يعني ألم، بعدين بس ما عندي بطاقة تأميني مخلص والله ما عندي، فللحين وتركتها. فخفت والله العظيم الحين يوم الدكتور يتكلم صراحة خفت. الحين عندك في الإبط ولا في الصدر قلتي لي صح؟ لا في الصدر، اللي شالوها من الإبط كان فيه في الإبط، بس بعدين تحول الألم عندي في الصدر الحين على صدري الأيسر. نعم إن شاء الله الدكتور بيكلمنا أكثر بهذا الخصوص وبخصوص الأعراض كذلك أو كيفية التشخيص كذلك. دكتور حسن، بخصوص استفسار السيدة أم محمد. نعم، يعني السيدة أم محمد ذكرت أنه كانت هناك عقدة وأزيلت وطلعت نسيجيا نظيفة، والآن هي يعني تلاحظ ظهور عقدة أخرى في الثدي حسب ما اتهمت ومصحوبة بألم. صحيح. وهذه العقدة تم يعني تعامل يعني إشعاعيا، يعني أقصد غيرها من الفحوصات، ولكن ما خضعت لفحص نسيجي بمعنى أنه لم تأخذ عينة من. صحيح. طبعا احنا استمرار وجود عقدة في أي مكان لفترة خصوصا إذا تكبر، هذا سبب موجب لضرورة المراجعة، لأن التشخيص النهائي الحتمي الحاسم هو فقط التشخيص النسيجي، بمعنى أن الأشعة تعطينا فكرة وفكرة تكون قوية بس، ولكنها ليست كافية لتشخيص حاسم لنوع المرض. صحيح. التشخيص يعتمد عليه هل أن المريض يجب أن يعالج أو لا يعالج، حتى إذا كان القرار أنه يجب أن يعالج ما هو نوع العلاج، لأنه يعني البروتوكولات العلاجية مختلفة وتختلف حسب نوع المرض. فاللي نصيحتي للأخت أم محمد أنه ضرورة المراجعة، ضرورة المراجعة للمضي قدما في التشخيص، وخصوصا التشخيص النسيجي، يعني يجب أن تأخذ عينة من هذه العقدة الموجودة في الثدي، يجب ذلك. صحيح. أم محمد هذه إجابة الدكتور. حاليا والله أنا ما عندي بطاقة تأمين حتى منتهي بتاعي من سنتين يمكن ما جددته، فألي أخليها على الله، لأن التأمين بتاعنا غالي، تعرفين التأمين 1500، أنا عمري 40، فما أعرف هل ضروري أروح أي مستشفى خارجية يعني أشخص ولا كيف، ولا عندكم أنتم كمان؟ إذا تكررت عليك أم محمد يفضل أن صح الشخص أن يتابع هذه الحالة، يتابع من ناحية الفحوصات الإضافية اللي تحتاجها. أي. وآخر زيارة يكون وآخر زيارة يكون الطبيب محدد بالضبط متى تحتاجين الزيارة الثانية. مرات في حالات معينة نقولهم بعد سن المتابعة، في حالات نقولهم بعد 6 شهور المتابعة، أساس المتابعة لأن ما بيكون في أي تغيير إلا بعد هذه الفترة الزمنية. صح. صحيح.
نشكرك أم محمد على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية ودمتي بصحة وسعادة. دكتور حسن، نرجع لموضوعنا بخصوص سرطان أو سرطان الغدد الليمفاوية. دكتور، من ناحية التشخيص، لأن نفس ما ذكرنا مع الأخت أم محمد وكذلك الأعراض، الأعراض تكون متشابهة مع أشياء ثانية، فكيف نقدر أن نشخص أن هذا الشخص مصاب، يعني ونتأكد أن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية والأسباب الثانية ما تكون موجودة؟ نعم، التشخيص يعتمد طبعا على فحوصات مختبرية وإشعاعية ونسيجية، ومثل ما يعني قلت بالفقرة السابقة للأخت أم محمد، التشخيص الحاسم هو فقط التشخيص النسيجي. الفحوصات المختبرية والإشعاعية هي فحوصات ساندة وتساعدنا على معرفة مرحلة مدى تأثير على بقية الأعضاء والأنسجة، ولكن التشخيص الحاسم الضروري الذي لا غنى عنه لا من ناحية طبية ولا حتى من ناحية قانونية، وأخذ عينة من الغدة المتضخمة المصابة واستئصال هذه الغدة وإخضاعها للفحص النسيجي. قبل ذلك طبعا هناك فحوصات دم عامة وفحوصات لوظائف الكلى والرئة والأملاح في الجسم وبعض الانزيمات التي تزداد في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى فحص للقلب، سونار القلب يسمى الإيكو، أيضا هذا يجرى قبل البدء بأي علاج كيماوي، بعض فحوصات الرئة لمعرفة وظائف الرئة في بعض أنواع قبل بدء العلاج الكيماوي. كل هذه يعني فحوصات ساندة ويعني تمهيدية، وطبعا الفحص اللي هو الأشعة بالصدر والبطن لمعرفة مدى انتشار المرض في الغدد الليمفاوية الحشوية، أما التشخيص النهائي فهو بأخذ عينة من الغدة الكبيرة وإخضاعها للفحص النسيجي. دكتور، نرجع كذلك طبعا لقسم أمراض الدم في مستشفى دبي والخدمات اللي تتقدم أو تقدمها هيئة الصحة في دبي للمرضى في هالمجال. نعم، طبعا هيئة الصحة في دبي تقدم خدمات متكاملة والحمد لله للمصابين بهالنوع من السرطانات وللأنواع الأخرى كلها والحمد لله. فكل المراحل التشخيصية التي ذكرت الآن كلها موجودة بكل تفاصيلها والحمد لله، ابتداء من الفحوصات المختبرية ومرورا بالفحوصات الإشعاعية من الأشعة العادية والأشعة المقطعية، وانتهاءا بالفحوصات النسيجية، يعني إجراء عملية أخذ الخزعة من الغدد الليمفاوية وإجراء فحص نخاع العظم الذي هو أيضا ضروري لمعرفة مرحلة المرض، وانتهاءا بما يعرف بالباتسكان. الباتسكان هو نوع من الأشعة اللي ليس فقط تكشف الغدد المصابة ولكن تكشف نشاط المرض. احنا هذا الباتسكان يجرى قبل بداية العلاج ومن ثم يجرى على مراحل أثناء البروتوكول العلاجي أثناء أخذ العلاج لمعرفة الاستجابة. الباتسكان يكشف هل أن المرض ناشط في الغدد أم لا، يعني يعطينا فكرة وظيفية وليس فقط تشريحية، يعني المرض هنا ولكن هل المرض ناشط أو خامل، وهذا يساعدنا في معرفة الاستجابة للعلاج. وهذا الباتسكان الحمد لله متوفر في هيئة الصحة متاح لكل من هو مصاب، وطبعا بالتأكيد نتمنى السلامة والعافية للجميع إن شاء الله. ونشكركم دكتور على الخدمات اللي تقدمونها في هيئة الصحة في دبي وبالأحرى في قسم أمراض الدم في مستشفى دبي. شكرا جزيلا الدكتور حسن محمد الياسين، أخصائي أول بقسم أمراض الدم بمستشفى دبي. شكرا لك. شكرا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة في البرنامج وتكلمنا فيها عن التوعية بسرطان الغدد الليمفاوية. مستمعينا، في نهاية الحلقة لليوم نشكركم على حسن استماعكم
وأشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسين البلاون وفي التنسيق ميرا الغفلي وفي الإخراج سعيد المر ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.